قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: هل ثبت هذا الخبر أنا جد كل تقي؟ الخبر لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يسأل عن صحة حديث: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشي إلى الجمعة ولم يركب، جعل الله ثم استمع الخطبة وصلى مع الإمام، جعل الله له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. أقول بالله تعالى التوفيق، الحديث متن ومنكر والله أعلم. يقول: حديث من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد، حديث ضعيف جدا لا يصح. يقول: هل يجوز لشخص أن يتزوج زوجة ثانية ولا يخبر أهل بيته ولا أقرباءها؟ لا يجوز ذلك، فسنتنا في النكاح الإعلان، ولم يرد أن النبي كان يتزوج سرا بهذه الطريقة التي يمارسها أصحاب الأهواء. يقول: أهل البيت هل نحن نصلي عليهم؟ نعم نصلي عليهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. يقصد من هم أهل البيت؟ أهل البيت هم من حرمت عليهم الصدقة، ويشمل ذلك آل عباس وآل عقيل وآل علي إلى آخره الذين حرمت عليهم الصدقة. يقول: كيف إن كان شخص من أهل البيت ليس بمستقيم، هل يدخل في هذا؟ أقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: يا فاطمة عملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وأبو لهب كان من بني هاشم، ورب العزة قال عن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبكم بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. فضيلة الشيخ، يتعرض الإنسان في عند دخول الخلاء في الحمامات بعض المساجد أنها تكون على الكرسي الفرنجي أحيانا موجود، يعني وفي قبل دخول الخلاء يكون في بدايته ماء، فنتحرج من هذا الماء، هل يمكن منها أننا نغسل الخلاء وما وجد على الكرسي الفرنجي أم؟ هذا الأفضل، هذا الأفضل، هذا الأفضل أن تنظف الحمام قبل أن تجلس عليه. بارك الله فيك. وفي البيوت إذا كان الإنسان لديه أطفال يعني ويخشى من الأطفال أيضا 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 نظف المكان قبل أن تجلس عليه. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم فضيلتكم. وفيكم وفيكم. ممكن بعض الأسئلة بس بعد ما أخلصها أسمع الإجابة من فضيلتكم إن شاء الله. السؤال الأول: لي قريبة مدخرة مبلغ من المال لا يزيد ولا ينقص لزواج ابنها، هل في زكاة؟ نعم في زكاة. السؤال الثاني: هل يشعر الميت بزيارة الأحياء وما حكم زيارة النساء للقبور؟ السؤال الثالث: هل تعلم أحكام التجويد فرض عين أم فرض كفاية على عامة المسلمين؟ السؤال الرابع: ما صحة حديث حذيفة بن اليمان حديث الخلافة؟
السؤال الأخير. إيه هو ما هو حديث الخلاف؟ تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم رفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم رفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عرضا، وفي رواية العدود، وإلى آخر الحديث. طيب في أسئلة. حديث ابن اليمان. السؤال الأخير، ما حكم التهنئة بالسنة الميلادية الجديدة ما بين الإخوة ما بين المسلمين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على جزاك الله مثله. أما عن المال المدخر الذي لا يزيد ولا ينقص ومدخر لشيء، هل عليه زكاة إذا بلغ النصاب؟ إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. أيضا يسأل، هل يشعر الميت بزيارة أهله؟ تلك مسألة مسائل خلاف، والظاهر أن الأدلة الأقوى تفيد عدم شعوره بذلك. زيارة النساء للقبور الجمهور على استحبابها وعلى جوازها على الأقل، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، وعائشة سألت رسول الله كيف أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله، قال أقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وهذا قد زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته فقيل لها في ذلك، قالت إن النبي قد نهى ثم رخص لنا فيه، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وحمل بعض العلماء حديث لعن الله زيارات القبور على أنه منسوخ، ومن العلماء من ضعفه. هذا وعن تعلم أحكام التجويد فهي على الكفاية، ليست فرض عين على كل مسلم ومسلمة، ولكنها مستحبة. حديث حذيفة خلاف على منهج النبوة إلى آخره، في سنده بعض المقال، في سنده بعض المقال، والنفس أميل إلى تضعيفه وإن كان هناك من صححه. أما التهنئة بالعام الميلادي الجديد فلم أعلمها واردة عن رسول الله ولا عن أصحابه ولا عن التابعين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. وإياكم. لو سمحت عندي سؤالين. تفضلي. السؤال، إحنا المسجد اللي تحتينا بيأذن دائما متأخر يعني عن بقية المساجد، وانا عرفت بس مش منظم وفوق منهم عشان ما فيش امام يعني. فاحنا بنفطر لما بنكون صايمين بنفطر على اذان البيت، هل في ذلك شيء؟ بتفطري على ماذا؟ على اذان من مسجد بعيد يعني، بعديها بشويه الاذان اللي تحتينا بيأذن. لا مانع اذا كنت متاكده ان المؤذن يؤذن في الوقت. هو بيؤذن مع التلفزيون فانا بقول هو ده الوقت. لا لا لا، كل بلده لها فروق توقيت. أيوه. انت منين بلدك؟ أنا من القاهرة. لا خلاص القاهرة، لا القاهرة ما هو الأذان يؤذن على توقيت القاهرة، لا بأس لا بأس، كل يشرب مع المؤذن في الإذاعة. طب معلش سؤال تاني يا شيخ. نعم. دلوقتي أنا بصوم الأيام اللي أنا عندي فيها إجازة من الشغل، يعني بيبقى يوم سبت ساعات جمعة، يعني عادة بتبقى يا جمعة يا سبت بس منفرد، لأن أنا حامل ما بقدرش أصوم وأنا بشتغل يعني، فهل أنا كده آثمة؟ صومي الجمعة والسبت معا. ساعات لا أستطيع يعني ورا بعض ما بقدرش. إذا لم تكوني متعمدة تخصيص الجمعة لعلة وكانت الظروف المؤتية لك هذا فلا بأس إن شاء الله. وحتى لو السبت لوحده؟ حتى لو السبت لوحده. جزاك الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم. السلام يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أنا عبد الصمد من الجزائر. تفضل يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. انا مبتلى بالخمر ادعوك الهدايه، انت تدعو الله ان يهديني من الخمر. الله يتوب علينا وعليك. الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله. يقول السائل، هل هذا الخبر ثابت؟ سلمان من آل البيت، الخبر ضعيف. يسأل عن صحة حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث بئر بواعة أجنح إلى تضعيفه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أريد أن أسألك سؤال. تفضل. الآية الكريمة تقول، قال الذي عنده علم من الكتاب
أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. طرفك. الشاهد من هو الذي عنده علم الكتاب؟ الله أعلم، لكنه أقرب إلى أن يكون رجلا من أن يكون جنا، والله أعلم. هل هو سليمان؟ لا. هل هو جني؟ هل هو عالم من علماء المسلمين آنذاك؟ كل ذلك ليس فيه نص، لكن النص الواضح قال أنه شخص آتاه الله علما من الكتاب. السلام عليكم. شيخ. الحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا رب يكرمك. عندي سؤالين. اتفضل. السؤال الأول، هل ورد قراءة جزء فقط من سورة الكهف بالعشر الآيات الأولى أو الأخيرة تكفي؟ السؤال الأول. هذه فواتح تقرأ على الدجال، يعني من قرأها عصم من الدجال. عشر آيات؟ العشر آيات الأول. نعم، يكفي بدل الصورة كلها. ذا عند لقاء الدجال أو تحس؟ لا لا لا، يوم الجمعة قرأتها يوم الجمعة. لا قرأتها يوم الجمعة. لا، إما كاملة على رأي أبي سعيد الخدري في الأثر الموقوف عليه، مع عشرة منها فقط فواتح الكهف تقرأ كحرز من الدجال. كحرز من الدجال يوم الجمعة يعني؟ لا لا، لم تخصص بالجمعة. نعم. ايه. السؤال الثاني. ورد حديث عن أماكن معينة لا يلقى عليها فيها السلام، مثل حديث الذكر في المسجد، إن إخوة بيدخلوا المسجد والناس بيصلوا وبيقرأوا القرآن والسلام عليكم وهكذا. لا لا لا، لم ترد نصوص تمنع. لم ترد نصوص تمنع، إلا أن النبي سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام ثم بعد ذلك رد. يعني لم ترد نصوص في أي أماكن؟ لم ترد نصوص فيها منع من إلقاء السلام على الذاكرين وعلى الذين يتلون القرآن فيما علمت، والله أعلم. بارك الله فيك. اللهم فيك وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. اتفضل. الله يجعل ما تعمل إن شاء الله في ميزان حسناتك. وإياك والسمعين والسمعات. الله يحرمك من الأجر. وإياك والسمعين والسمعات. أنا عندي يا شيخ مداخلة لعاد تكلفك نص دقيقة. نعم؟ اسمح لي. تفضل. مداخلة لا تكلفك نص دقيقة. تفضل. يا شيخنا، أنا مشيت في بادية العراق مع العشاير سنين، مو سنة، سنين. ها؟ هو على ما تسمع عنه مجوس رافضة، هذولا ناس قريبين من الله ولا يختلفون عنا، يسمنا التي شيء قليل، الزانية والمتمتعة يذبحونها، والقرآن يقدسونه، والصحابة يقدسونهم. أنتم روفوا بهم وعلموهم شلون يسلون وشلون يركعون، ينقصهم المعلم اللي علمهم الصلاة. يعني أنت تقول أن يعلمهم أركان الإسلام ويعلمهم أركان الإيمان، هذا اللي ينقصهم. طيب الحمد لله. يستجيبون يا شيخ. جزاك الله خيرا. أخوكم يقول إنه صاحب عشائر العراق زمنا طويلا، وهم بعيدين عن المجوسية وعن التشيع الرافضي الخبيث، ويقول إنهم يقدسون القرآن ويوقرونه ويوقرون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى آخر ما قال، ولكنهم يجهلون ففي حاجة إلى من يعلمهم. جزى الله من قام بتعليمهم خيرا وبارك الله فيك، شكرا على مداخلتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا بس كنت عايز أعرف رأي حضرتك في الأذان. من 3 أيام بالظبط في فنانة مشهورة طلعت اتكلمت على الأذان ووصفته إن ده بالجعير، وعشان صوت الأذان والناس اللي بتأذن وصوتها ما بيبقاش مسموع وصوتها بيبقى شديد في الفجر، والناس اللي بتشغل في الفجر. أنا عايز أقول لك شيئا، أقول لك شيئا. من زمن وهناك أقوام فجرة، أقول فجرة، هناك أقوام فجرة يحاربون رفع الصوت بالأذان، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنت في بادية فارفع صوتك بالنداء،
فإنه لا يسمع صوتك مدى صوتك إنس ولا جن ولا شجر ولا مضر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة. ولكن بين الحين والحين يخرج أقوام فجار في عدد من الدول لا يريدون أذانا، لا يريدون أن يسمع الله أكبر، فيمسحونها ويتكلمون بكلام قبيح أستحي أن أذكره على المؤذنين الذين يرفعون الصوت بالتكبير. فلا تلتفت إلى هؤلاء الغوغائيين الفجرة الذين يبغون عوجا. وللأسف أنهم لم ينتقدوا مغنيا ولا ممثلة ولا من يعبث في الطرقات المصرية ليل نهار كما لا يخفى عليك بالديجيهات القبيحة التي تنشر القبح ليل نهار، لم يتطرق إليها هؤلاء السفلة الذين يحاربون المؤذنين. فأقول وبالله التوفيق إن الله قال في كتابه وأصدق القائلين: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال: فريق من أهل العلم يدخل في هؤلاء الداعين إلى الله، يدخل فيهم المؤذنون، فهو الذي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. لكن من لا يريد حي على الصلاة ولا حي على الفلاح، من لا يريد أن يأتي الصلاة ولا يريد لنفسه الفلاح، يكره أن يسمع كلمة الله أكبر، ولا يكره أن يسمع الفجور والفسق. ورب العزة يقول: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فلا تلتفت إلى هؤلاء الغوغائيين الرعاع في أي دولة كانوا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. يسأل سائل قائلا: حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا الحديث متنه مخالف لعدد كبير من المتون. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الشريعة تخالفه. قال الإمام مالك رحمه الله: هذا حديث كذب. قال أبو داود: منسوخ. قال النسائي: مضطرب. أو العكس، أبو داود قال قولا والنسائي قال الآخر. ومن المعارضات له التي أقوى منه حديث: أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا حتما سيوافق السبت. وحديث: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، وهذا سيوافق السبت إذا صام يوما بعده. وحديث صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى غير ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا مصطفى العدو بارك الله فيك. تفضل. ليه سؤالين بس شيخنا، السؤال الأول شيخنا في الوقفة شيخنا، الورث اللي هو يكون وقف، فيجوز للرجل والمرأة الميراث لهم ولا؟ أدي السؤال. يعني وقفة شيخنا، واحد بيه ورث في الوقف. نعم؟ وقف يعني ورث الأوقاف، يعني واحد ورث أوقاف. ورث مال وقف. فالمرأة تساوي الرجل ولا كمان المرأة والرجل متساويين في الوقف؟ في الورث الوقف. وكيف أصلا يرث مال الوقف؟ المال موقوف لله، على أي أساس سولت لك نفسك أن ترث المال وهو موقوف لله؟ لا شيخنا، هو أوقاف يعني مثلا كان لنا مال مثلا ورث من 100 سنة كده وعرفنا أن الورث ده جالنا. إذا كانت أموال وقف لا يجوز توريثها، بارك الله فيك، ترجع إلى الوقف. طب السؤال الثاني شيخنا بارك الله فيك. نعم تفضل. شيخنا اسمي عبد الله، فأولادي بيكتبوا اسم عبد الله على الكتب وعلى الكراريس، وساعات الكراريس تبقى مرمية في الأرض والكتب مرمية ومنطوفة عليها. شيخنا احرص، احرص على ألا يمتهن اسم الله، احرص على ألا يمتهن اسم الله. ماشي بارك الله فيك شيخنا. وفيك وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت الشيخ بارك الله فيك. الحمد لله، الله يسلمك. أنت الشيخ، أثر معنا قول الله تعالى
تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني كانت الآخر عارفين طب الجنة الثانية يعني في الدنيا ولا أزعى أفهمها برد. لا في كلاهما في الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن انظروا إلى ربهم إلى وجه ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، أو كما قال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيكم سيدنا الشيخ. اتفضلي. رجل توفى ترك كان عنده 5 شباب وبنتين، اثنين ماتوا منهم في حياته وبنت ماتت في حياته، البنت ولادها يورثوا منه؟ أقول البنت التي ماتت في حياة أبيها ولها أولاد ليس لأولادها شيء من ميراث الجد إذا مات الجد. جزاكم الله خير. وإياكم. شكرا. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يا شيخ أسأل سؤالين؟ اتفضلي. ما معنى سبحان الله وبحمده رضا نفسه؟ حتى يرضى ربنا سبحانه. وما حكم تجويد القرآن؟ مستحب. جزاكم الله خير. وإياكم. يسأل سائل عن معنى قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ما معنى ذلك؟ أقول في هذه الآية وجهان للعلماء. الوجه الأول أن يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه، من قولهم تلا فلان فلانا أي تبعه. والثاني يقرؤونه قراءة صحيحة خاشعة متأنية، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما معنى الدم المذكور في قول الله تعالى إنه محرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير؟ الدم هو الدم المسفوح، يعني شربه كسائل أو أكل اللحم نيئة. لا 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 لا، هم كانوا في الجاهلية يأتون بهذا اللحم بهذا الدم، منهم من يشربه منهم من يخلطه بدقيق ويأكله، يعني كان لهم طرائق. أما الدم المتعلق بالذبائح بعد ذبحها فهذا الدم الذي في العروق لا بأس به إذ لا يمكن الانفصال عنه. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. أسأل عن صحة الحديث يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة الذي فيه إني أبيت ليس في قلبي حقد على أحد. أيوة. ضعيف الإسناد. ضعيف الإسناد. نعم. جزاك الله خيرا. وإياكم. وإياكم. عليكم السلام. السلام عليكم. حياك الله يا شيخ. وحياك بارك الله فيك. الشيخ هل أهل الكبائر يد؟ ها؟ نعم. رجل ارتكب كبيرة ولم يتب منها ومات، ارتكب كبيرة ولم يتب منها ثم مات، هل لزمن أن يعذب؟ أقول أمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الكبائر قال وعددا منها فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ورب العزة يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله الشيخ لباب. تفضل. نعم. هل كل ما يخطر على بال الإنسان يحاسب عليه؟ نعم. هل كل ما يخطر على بال الإنسان يحاسب عليه؟ هل كل ما يخطر على بال الإنسان يحاسب عليه؟ لا. يحاسب عليه. الخطرات والوساوس لا يحاسب عليها المرء المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل.
السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا شيخنا. وحياك، تفضل. رجل يريد أن يجعل بيته وقفا لله عز وجل، ذلك لأنه يريد أن يحرم ورثته من الميراث، هذا بسبب أن أولاده يعقونه. أي السؤال تفضلا. قلت رجل يريد أن يجعل بيته وقفا لله عز وجل، يريد أن يجعل البيت ما أولاده من نعم هو له أملاك أولادهم من الميراث لهم له أو أملاك غير ذلك؟ لا، ليس له أملاك غير ذلك. أيوة، إذن لا يفعل، إذا أراد فليكن الثلث فقط. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وفي الوصايا النبي يقول ثلث والثلث كثير. وقال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي قال ثلث والثلث كثير. أيضا في هذا الصدد أن رجلا كان له ستة أعبد، فأعتق منهم أربعة، أعتقهم الستة قبل أن يموت، فلما مات وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم ردهم وأقرع بينهم وأرق أربعة وأعتق اثنين. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت يا شيخنا، كان عندي بس سؤالين. السؤال الأول، لو واحدة حامل في الشهر السادس وكده، لما بتيجي تسجد بتحس التعب، بس هي مستحرمة يعني إن هي تصلي وهي قاعدة، إن هي تقول أنا ممكن أستحمل التعب، فأيهم أفضل؟ إذا كان القيام يشق عليها صلى السجود والركوع فقط. هو كل كلام مجمل. في الفريضة الركن الذي تستطيع أن تأتي به لزاما أن تأتي به، إن عجزت صلت جالسة. أما في النافلة فإن صلت جالسة وهي قادرة على القيام لها نصف أجر القائم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم تفضل. والله إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال يا شيخنا، بالنسبة للمرأة النفساء، يعني اشترط ليها ميعاد محدد عشان تقدر تصلي وتصوم، ولا انقطاع الدم بس؟ انقطاع الدم فقط. يعني ممكن بعد شهر أو 20 يوم؟ ممكن بعد 10 أيام. الأحاديث التي وردت في أن أقصى مدة للنفاس 40 أو 60 يوما لا تصح، فالعبرة بانقطاع الدم ورؤية الطهر. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. عليكم السلام. نعم. شيخنا، إذا أراد الطالب أن يطلب علم المواريث، فأي الكتب يبدأ؟ بأي كتب يبدأ علم المواريث؟ بارك الله فيك. أي الكتب يبدأ بقراءة تفسير آيات المواريث من تفسير ابن كثير السهل الميسر، أو تفسير السعدي، أو تفسير عفوا الجزائري السهل الميسر، تفسير الآيات نفسها التي وردت في هذه البداية التي وردت في سورة النساء يقرأها، وبعد ذلك يترقى في كتب المواريث المعروفة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. ما معنى قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ الذي أختاره من أقوال العلماء الذي أهله ليس، الذي ليس من أهل مكة، أهله ليس من مكة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله. والله اللي حبك قوي الله. أحبك الله. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، وهذا في النفل في حال الاختيار، لكن إن مثلا وافق يوم الجمعة أيام تقضيها مما عليك من رمضان فلا بأس. إذا جاء يوم الجمعة أصلا إذا جاء بتقدير الله يوم إجازتك فأنت لم تتعمد تخصيص الجمعة، إنما هو قدر الله أنه يوم إجازتك، فإذا لم يكن عن تعمد لمخالفة الحديث إنما جاء هكذا عفويا فلا بأس. نعم. من هم خمس أشياء لا يعلمهم إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، هل أهل الكبائر يريدون الحوض يوم القيامة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله قادر، ليس هناك نص يمنع، والله كما سبق بيانه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ عزيز. نعم. الأخ عزيز من إسبانيا. أنا عندي بعض أسئلة، ثلاث أسئلة ممكن تجيبني عنهم وأنا على الخط كي يستفسر يعني. اتفضل. أسألك عن أحاديث الساعة عندما يخرج المهدي المنتظر وسوف ينادي منادي من السماء ذلكم الأمير، هذا حديث صح؟ نعم. لا يصح ولا أصل له. ولا أصل له، يعني سمعت بعض علماء أنه يقولون لا 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 يصح أبدا أن منادي من السماء يقول هذا أميركم، لا أعلم له أصلا. سمعت الشيخ محمد حسان يقول هذا، خلاص انتهى يعني الكلام، لا أعلم له أصلا. سؤال آخر يعني وعني لا أعلم له أصلا ثابتا أصلا. تفضل. سؤال آخر. تفضل. حديث يعني اللقاء، حديث الرزية عندما قال الرسول أتوني بقلم ودوات أكتب لكم كتاب الله. نعم. بعد وأبدا. نعم. هذا الحديث كان من الناس عمر في البيت يعني، وقال لهم إن رسول الله قد غلب عليه الوجع فعندنا كتاب الله، فتخاسم القوم عند النبي، منهم من يقول ما قال عمر. معروف الحديث. معروف. ما السؤال؟ لكن استفسروا يعني أخي، يعني تسمعني؟ أسمعك. ما سؤالك؟ لماذا عمر لم يجعل الرسول يكتب يعني هذا الكتاب؟ هذا الكتاب كان سيكون سنة أحسن من بخاري ومسلم يعني. اجتهد عمر وأخطأ. طاعة لمخلوق في معصية الله. الله الرسول يأمر. اسمع الكلام، عمر اجتهد، هو بشر، اجتهد وأخطأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لك اجتهد. فالقوم اختلف. اجتهد وأخطأ، خلاص الموضوع. الأخ يسأل عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم. الحديث ضعيف جدا وله طرق موضوعة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. حضرتك في سؤال طويل شوية مع ان بعلمني حضرتك يعني تسمح لي بديتي. لا نستطيع اننا نستوعب معك. خذ رقم الهاتف حتى لا يتعطل السائلون. خذ رقم الهاتف. سؤال مش طويل يعني، سؤال بسيط بخصوص ورث بيت. ما انا اقول لك خذ رقم الهاتف وكلمني فيه اذا كان سريع. تفضل. تمام. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا شيخ. وحياك وبارك فيك. الله يعطيك الصحة والعافية يا شيخ. وياك. تفضل. ما صحة الأحاديث اللي هي ذات في سورة الكهف؟ نعم. أعد. ما صحة الأحاديث التي جاءت في فضل سورة الكهف؟ التي جاءت في يا جماعة؟ سورة الكهف. سورة الكهف. أيوة. الحديث الذي فيه أن من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها
حديث لا يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه من قول ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكن حديث ان اذا لقيتم الدجال فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف العشر الآيات الاول، او من قرأ العشر الآيات الاول من سورة الكهف عصم من الدجال صحيح. السلام عليكم. يسأل سائل: هل أبو طالب عم رسول الله أسلم قبل أن يموت؟ لم يسلم قبل أن يموت، بل مات على الكفر فيما ظهر لنا، وقد نزل فيه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله تعالى أيضا: كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم تفضل. أريد أن أسألك عن الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: عما ويحك يا عما ستقتلك الفئة الباغية. هذا الحديث صحيح؟ نعم. طيب سؤال، أنت أجبت نفسك. نعم. ومن هي الفئة الباغية التي قتلتها؟ نحن نعتقد أن علي لا يعني ما ذكر في الحديث، ما ذكر في الحديث. طيب اصبر علي، اصبر علي يا أخي اصبر. نحن نعتقد أن علي رضي الله تعالى عنه كان في قتاله مع معاوية رضي الله عنه، كان علي على الحق رضي الله عنه، وذلك لأن النبي قال: تقتل عمارا الفئة الباغية، وقد قتلته فئة معاوية، ولأن النبي قال: تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقاتلهم علي، وأيضا علي مبشر بالجنة، ولكن أيضا معاوية ليس بمدفوع عن الحق تماما، فإنه كان متأولا رضي الله عنه، وكان يريد قتلة عثمان كي يقام فيهم الحد، لكن علي أحق وأولى بالخلافة من معاوية، وفي قتاله مع معاوية على الحق لا ريب في ذلك عندنا. وأيضا إذا أردنا أن نناقش حال شخص لا نأخذ مسألة زل فيها أو زلت فيها قدمه ونترك سائر المحاسن، فكم من دولة فتحت ودخل أهلها في دين الله أفواجا في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخ، ذاك سؤالين جاوب عليهم بعض الناس الكرام، جزاك الله خير. وياكم. بعد السؤال الأول: هل كان جائز ذكر سورة الفاتحة فقط في صلاة النوافل؟ نعم يجوز أن تقرأ سورة الفاتحة فقط في صلاة النافلة، نعم يجوز. السؤال الثاني: الصلاة والسلام على النبي، هل الصلاة اللهم صل وسلم ولا السلام عن طول أضربه؟ نعم الصلاة صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، السلام يكون عن طعم طول أضربه. ماشي هذا، وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأذكر بأن المذاهب الهدامة التي وردت إلى بلاد المسلمين كالعلمانية والليبرالية والديمقراطية والاشتراكية واللينينية والماركسية وغير ذلك مذاهب كفر وضلال علينا اتقاؤها، وكذلك المذاهب المارقة التي دخلت على المسلمين كالتشيع البغيض والرفض الخبيث والتكفير، وكذلك
التوقف والتبين وسبل الخوارج وسبل المرجئة، كل هذه فئات ضلال علينا أن نحذر منها أشد الحذر. هذا وأوصي نفسي والمؤمنين بتقوى الله سبحانه وتعالى ولزوم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.